السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض البامية بطريقة سهلة جدا وبدون اي تكلفة. اول حاجة طبعا جبت الحاجة اللي انا هشتغل فيها سواء حلة او ووك او طاسة. حطيت المادة الدهنية، اي مادة دهنية متوفرة عندك طبعا هتحطيها. وهنزل ببصلتين، طبعا يكون حجمهم وسط، يدوبك ادبلهم بس. وطبعا بعد ما البصل دبل معايا نزلت بالكمية اللحمة المفرومة، وانا هنا كان معايا حوالي ربع كيلو من اللحمة المفرومة او اقل شوية، لان كنت جايبة نص كيلو وخدت منه جزء. هبدأ كده زي ما انتم شايفين انا اعصجه مع البصل، ودي اول مرة انا بعمل فيها البامية باللحمة المفرومة. وبصراحة طلعت جميلة جدا جدا، يمكن كمان مش عايزة اقول لكم احلى من اللحمة على بعضها. عجبتني جدا الطريقة، وكمان كانت طريقة موفرة جدا. كمية البصل مع المفروم عطى كمية كبيرة جدا وادى طعم حلو قوي للبامية. بعد ما طبعا عصقت اللحمة نزلت بالطماطم اللي انا مفرزاها بكيس من الطماطم طبعا، وهسيبه لحد ما يفك خالص مع اللحمة المفرومة ويبدأ ان هو يدخل في التسبيك، وانزل بقى بالبامية بتاعتي. طبعا بالنسبة للبهارات انا بحط ملح وفلفل اسود بس مش اكتر من كده. تقدري طبعا تحطي البهارات اللي تريحك، انا مبحبش حاجة تغير طعم الاكل بالنسبة لي. زي ما انتوا شايفين كده طبعا البامية بتبدأ تفك، لان انا مطلعها من الفريزر من البامية اللي انا مفرزاها. وانا طبعا بفرز البامية بغسلها كويس جدا وبقمعها وبحطها في كيس بعد طبعا ما تكون ناشفة من المية خالص تماما، وبحطها في الفريزر، لا بنزلها في مية سخنة ولا اي حاجة. بتطلع ما شاء الله كأني لسه شارياها حلم. وبيطلع كمان الخضار بتاعها حلو جدا. انا هنا بس بحط نص كوباية مية علشان اللحمة تستوي معايا كويس، لان طبعا بدأت زي ما انتوا شايفين الطماطم تتسبك والبامية لسه ما كانتش استوت كويس. ببدأ اقلبها كده، هي خلاص داخلة على السوا، وانا حطيت لها طبعا الملح والفلفل بتاعها وظبطت خدقها. معايا كده حوالي 5 فصوص من الثوم، حطيت عليهم معلقة صغيرة من الفلفل الاسود وفرمتهم مع بعض. هحطها كده ثوم ني زي ما انتم شايفين. طبعا في ناس بتحب تعمل الطشة بتاعت الملوخية، كل واحد وليه طريقته، انا الطريقة دي بتعجبني والطريقة اللي انا متعودة عليها من مامتي الله يرحمها، وانا واخواتي بنعملها يعني، فانا بتعجبني الطريقة دي جدا. بصراحة ما جربتش الطريقة التانية، بس ان شاء الله هبقى اجربها، ولو عجبتني برضو ان شاء الله هعملها يعني. لكن انا بحب الطريقة التقليدية جدا جدا يعني، انا اصلا من تقليدية وبحب اعمل وصفات مامتي يعني، ما بحبش اغير فيها. وكان طعمها حلو جدا، مش عايزة اقول لكم يعني، بسم الله ما شاء الله. بعد ما استوت معايا طبعا وحطيتها في طبق الغرف، زي ما انتوا شايفين عملت جنبها طبعا رز بالشعرية، وطبعا البامية بتحب جدا البدنجان المخلل. اتمنى طبعا ان انتوا تقولوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش دعمكم لينا باللايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.